مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، كما وأرحب بضيفي في الاستوديو الخبير الاستراتيجي والباحث في الشأن العراقي الدكتور عبد الرحمن الجميلي. مرحبا بك. مرحبا بكم اليوم يعني. دكتور عبد الرحمن، دعنا نتابع مع المشاهدين هذا التقرير ونبدأ بعده الحكم. من عدم الاستقرار السياسي يعيشها العراق، ففي الوقت الذي يضغط فيه البرلمان لإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في 4 محافظات بعد توافر أدلة على التزوير، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المقابل أنها ستعكف على دراسة القرار البرلماني الصادر من مجلس النواب بشأن الانتخابات، مؤكدة أنها أدت عملها بمهنية عالية نالت إعجاب وثناء الكثير من المراقبين الدوليين وكذلك من المنظمات الدولية التي راقبت الانتخابات. البرلمان العراقي الذي أوشكت ولايته على الانتهاء اعتمد في جلسة استثنائية تم تخصيصها لمناقشة ملف الانتخابات قرارا دعا كل الجهات المعنية وبحسب اختصاصها إلى اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة للانتخابات، مطالبا في الوقت نفسه المفوضية بالعد والفرز اليدوي لما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% مما تم فرزه وعده يدويا فسيعاد العد والفرز يدويا لجميع المحافظات، الأمر الذي ترفضه المفوضية. وبحسب محللين فإن الأزمة تبدو حقيقية، مراجحين أن تتعرض المفوضية لضغوط كبيرة ولا سيما أن كتلا برلمانية في مجلس النواب تحاول الضغط لفرز الأصوات يدويا وبالتحديد في محافظتي كركوك وصلاح الدين. وتتضارب آراء قانونيين حول حق البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات، ففي الوقت الذي يقول فيه بعضهم أن البرلمان وبموجب المادة 102 من الدستور العراقي يمتلك حق الإلغاء، تؤكد اللجنة القانونية البرلمانية أن المجلس ليس لديه أي شرعية لعدم وجود نص قانوني. وسبق أن أصدرت عدة شخصيات سياسية اتهامات بتزوير الانتخابات، من بينها زعيم تحالف الوطنية إياد علاوي الذي دعا إلى إلغاء النتائج متهما إياها بارتكاب الفظائع والفضائح في أثناء تسيير الاقتراع. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون ومنحها حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، أعود وأرحب ضيفي في الاستوديو دكتور عبد الرحمن الجبيلي. مرحبا بك. مرحبا دكتور عبد الرحمن. نبدأ من قرار مجلس النواب العراقي اليوم بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة نتائج انتخابات 2018 يدويا، هل بالفعل التساؤل اليوم بأن للبرلمان الحق بالحديث أو إلغاء نتائج الانتخابات والإلزام بإعادة العد والفرز يدويا أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ست فريال وتحياتي للمشاهدين الكرام. يعني دعينا أولا نتحدث عن المادة التي من خلالها دخل مجلس النواب مع المفوضية في هذا السجال حقيقة. يعني أشارت المادة الثانية من المادة الثانية من المادة 59 من الدستور العراقي الحقيقة إلى أن يكون البرلمان العراقي سلطة رقابية أو سلطة يعني بمسؤولية تشاركية مع مفوضية الانتخابات في مراقبة عملها الحقيقة. لكن بعد الذي حصل بعد الحقيقة يعني الفضائح الكبرى التي جرت وتجري على قدم وساق يوميا نسمع فضيحة لهذه المفوضية، يعني ارتأى مجلس النواب أن يأخذ قرارا شجاعا حكيما أن يلزم هذه المفوضية الحقيقة بإلغاء أولا نتائج انتخابات الخارج، نتائج انتخابات المراكز الوهمية، دعيني أقول الوهمية للنازحين التي شكلت الحقيقة منعطفا خطيرا في 4 محافظات الأنبار، كركوك، الموصل والسليمانية. بالتالي هذه الإرادة البرلمانية إذا ما يعني حسمت أمرها في صراع، خاصة أن اليوم منذ يومين يعني منذ البارحة واليوم رئاسة الجمهورية أصدرت يعني الحقيقة بياناً للمفوضية تلزم من خلاله
مجلس النواب بالالتزام الدستوري لهذه القضية. هذا من جانب. من جانب آخر يعني هذا الصراع المحتدم اليوم بين البرلمان العراقي وبين رئاسة الجمهورية حول قضية وعمل لجنة المفوضين أو مفوضية الانتخابات. يعني أنا أعتقد قادم الأيام من الممكن أن يحسم هذا الخلاف لصالح البرلمان إذا ما عملت المحكمة الاتحادية وأخذت على عاتقها المسؤولية القضائية من خلال التحقيق والتدقيق في المادة ثانيا من الدستور العراقي في المادة المشار إليها 59. وبالتالي قادم الأيام أنا أعتقد سيحسم الخلاف، خاصة أن المفوضية سبقت يعني قرار مجلس النواب أن تلغي 1021 محطة انتخابية. وهذا أمر يعني الحقيقة مثير للريبة، يعني حينما تلغي مفوضية الانتخابات يعني 1021 محطة انتخابية قبل أن يعني يأخذ على عاتقه مجلس النواب سحب البساط من تحت المفوضية. بالتالي يعني احنا بالمثل العراقي نقول رادوا يغدون بهم قبل ما يتعشون بهم. هذا العمل الحقيقي الذي قامت به المفوضية يؤشر ويدلل على ان هناك خروقات كثيرة قامت بها المفوضية من خلال النتائج التي قدمتها للشعب العراقي. بالتالي اليوم الناخب العراقي حينما ذهب الى صندوق الاقتراع وعرف من انتخب وعرف الاسماء التي قدمها وانتخبها، حينما تظهر اسماء يعني مغايرة لما قدمه المواطن العراقي، أنا أعتقد أمر مريب ومثير للشك من قبل المواطن العراقي، فمن حقه أن يعني تثير ريبة في ذهنه وفي فكره. بالتالي أخذ مجلس البرلمان العراقي، مجلس النواب العراقي عفوا، على عاتقه أن يتحمل مسؤولية الرقابية التي أوعزها الدستور العراقي ووكل الدستور العراقي له من خلال مراقبته لهذا المفوضية. بالتالي اليوم التهديد واضح من خلال مجلس النواب لهذه المفوضية أنهم إذا ما عملتم بالعد والفرز اليدوي ما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراح على مستوى العراق كله ستسحب الثقة من هذه المفوضية، وبالتالي من الممكن أن يصار إلى فراغ دستوري وبالتالي حصول انتخابات جديدة أو إعادة انتخابات مرة ثانية. أنا أعتقد هذا السجال حاصل في هذين اليومين قادم الأيام سيحسم من خلال ظهور الحقيقة أو بروز يعني إرادة رئاسة الجمهورية مع بروز وإرادة مجلس النواب العراقي هذا الخلاف المحتدم. أنا أعتقد المحكمة الاتحادية ستأخذ على عاتقها دستوريا وقضائيا وقانونيا البت في هذه الطعون. نعم جميل. سيد عبد الرحمن، يعني أرحب بضيفي السيد أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي معي من بغداد مباشرة، مرحبا بك سيد أحمد. اليوم هنالك حديث عن الأطر الدستورية والقانونية لإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز يدويا. في البداية تحية لك سيدتي الكريمة وشكرا جزيلا لقناتكم الغراء، وتحية إلى ضيفك الكريم وصيام مقبول لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. الحقيقة الكل يتحدث في هذا اليومين الماضيين عن قرارات مجلس النواب بحق الانتخابات ومفوضية الانتخابات والإجراءات التي وربما القرارات التي اتخذها بشأن النتائج التي يقول عنها السادة النواب أنها غير دقيقة وربما كان فيها بعض عمليات التلاعب وصولا إلى عمليات التزوير. ولكن أنا دعني يعني أقول باختصار شديد، هناك أطر معينة حددها القانون للطعن بنتائج الانتخابات من خلال مجموعة من القضاة موجودة في المفوضية تنظر في طعون السادة المرشحين وربما حتى في السادة الكتل، وبعدها يعني يتم أخذ الإجراءات بماذا يعني يكون نتائج هذه الطعون، تؤخذ النتائج بعدها الذهاب للعد والفرز اليدوي إلى إلغاء محطات. هذه كلها إجراءات يعني سليمة. هنا أريد أنوه على فد نقطة معينة. باكو عراقي يقبل بعملية التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، طبعا هاي عملية يعني خطيرة جدا وعملية يعني غير مقبولة لدى الجميع، ولكن أنا أعتقد أن جرى تضخيم هذه الأمور والتلاعب بصورة كبيرة جدا. نلاحظ أن هناك مع الأسف الشديد جهات خسرت في الانتخابات، فقدت هيبنتها، فقدت ثقلها في السنوات السابقة، بادت اليوم تتحدث عن عمليات تزوير وتلاعب وإلى آخره كبيرة جدا. وهنا أود أن أقول ربما كان هناك تلاعب، ربما كان هناك بعض الأمور، وهناك أيضا الجهات القضائية تنظر في هذا الأمر، السيد رئيس الجمهورية متعاون
الكل لا يقبل بهذه العمليات، ولكن لا أعتقد أن هناك عمليات تزوير كبرى وعمليات تلاعب بحيث تستوجب إلغاء نتائج الانتخابات والذهاب إلى إلغاء كامل الانتخابات وإجراء انتخابات بديلة. أعتقد هذا إجراء خطر يدخل البلد في فراغ دستوري، يدخلنا في متاهة نحن في غنى عنها. أعتقد هناك بعض الأمور، لا توجد انتخابات نزيهة في العالم 100%، ربما كان هناك تلاعب، ربما كان هناك تأثيرات حزبية، يعني هذا كله موجود، لكن لا أعتقد بالنهاية سوف نذهب إلى إلغاء نتائج الانتخابات ومن ثم إجراء انتخابات أخرى. هذا شيء صعب أعتقد، ويكون نتائجه وقيمة على العراق والعراقيين. لذلك أنا يعني بانتظار كحالي كحال العراقيين أو حال المراقبين السياسيين، بانتظار ما ستؤول إليه النتائج وما يقول له القضاء العراقي بالكلمة في هذه الإجراءات. نعم، إذا سيد أحمد، يعني اليوم إعادة العد والفرز يعني تعتمد كما قيل على الطعون المقدمة اليوم إلى الجهات المختصة، لكن فعلا إذا ما يعني استمرت هذه المطالبات وثبتت هذه الطعون التي قدمت بغض النظر عن حجم المبالغة الذي تحدثت عن، إلى أين ستؤول الأمور؟ خاصة وأن السيد حيدر العباد اليوم يتحدث بأن إعادة هذه الانتخابات يعني تودي بالعراق إلى حرب أهلية وستكون نتائجها غير إيجابية وغير محمود عقباها لربما. أختي الكريمة، يعني إحنا خلي نكون بالبداية واقعيين وصريحين ويا الجمهور. مو أي شخص يجي يطالب ويقول إعادة عز وفرز، إلغاء الانتخابات، إحنا نأخذ برأيه. وحتى إن كان مجلس النواب الموقر، هناك قانون ينظم عمل المفوضية، وهناك قانون انتخابات يحدد أطر العملية الانتخابية بربتها. إذا قال القضاء العراقي أن هناك يعني صحة قانونية لقرار إعادة الفرز فلا بأس، لكن الأمر إذا كان صادر من جهات سياسية أعتقد هذا لا يكفي. أعتقد هذا غير مقبول أن يكون جهات سياسية خاسرة، فقدت هيبتها، فقدت قوتها، تأتي وتقول نريد عدو فرز، نريد إعادة انتخابات، هذا لا يمكن. هناك قانون، هناك أطر دستورية. القضاء العراقي من يحدد عمل مفوضية الانتخابات، ومن يحدد عمل المفوضية بقانون مقر أصلا وموضوع، وربما كان هناك بعض الاعتراضات عليه وكان هناك بعض التحفظات من جهات معينة لم تؤخذ بعين الاعتبار في وقتها، ومن وقف في وجه هذه التحفظات وهذه الاعتراضات هم نفسهم النواب الذين اليوم يقولون نريد هيئة قضائية ونريد قانون ونريد الصاف، هم نفس الكتل، نفس النواب. نعم. عندما طالب بعض الأشخاص وتحديدا حركة الاحتجاجات وفي ساحة التحرير وحركات الاعتصامات، عندما طالبت مفوضية تعين من القضاة وأن يكون عمل المفوضية خاضع لمجلس القضاء الأعلى، من الذي وقف في وجه كل هذا؟ أليس اليوم الكتل المعترضة والتي تريد أن تلغي نتائج الانتخابات تريد أن تجعل المفوضية خاضعة اليوم، التي عندما خسرت، عندما فقدت قوتها، عندما فقدت همتها؟ ومع ذلك لا بأس، هم عراقيون وهناك شعور أن لديهم مظلومية معينة. لذلك علينا أن لا يعني نكثر الضجيج، علينا أن لا نهول عمليات التزوير. أنا في يوم الانتخابات أتحدث لك، كان لي بعمر منظمات معينة، منظمات مراقبة انتخابات الجنوب العراقي، 9 محافظات كاملة ما حد شكى من عمليات تزوير. كان هناك عمليات تلاعب في بعض المحافظات، كانت هناك عمليات ربما تأثير في هنا أو هناك، هذه ممكن معالجتها بإلغاء محطات معينة، بإلغاء مراكز، ولكن إلغاء نتائج الانتخابات ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى، أعتقد هذا يؤدي بالعملية السياسية إلى الهاوية، هذا يؤدي بالعراق إلى الهلاك، نحن في غنى عنه. اليوم العراقيين يتطلعون إلى تشكيل حكومة جديدة نتيجة ما عبروا من خلال ورقة الاقتراع في الصندوق. اليوم نتائج الانتخابات أتت مخالفة تماما لرغبات وآراء بعض الكتل المهيمنة التي كانت تتحكم بالمشهد السياسي منذ 2006. يعني سنتحدث بهذا الموضوع سيد أحمد. مغايرة. من الطبيعي أن نشاهد هناك بعض الاعتراضات والاعتراضات الكثيرة جدا.
نعم، أعود لك دكتور عبد الرحمن، يعني ما تحدث به السيد أحمد الخضر هو ما يتحدث به أيضا البعض من أن كان هنالك لربما تهويل أو تفخيم في موضوع التزوير، وهو ما لا يستدعي إعادة العدوى الفرز اليوم يدويا، وأن هذه المطالبات جاءت لربما من شخصيات أو كتل سياسية فقدت هيمنتها التي كانت يعني تسيطر بها سابقا. لكن اليوم الحديث عن إعادة نتائج هذه الانتخابات سيقود البلاد لربما إلى منحنى غير معلوم أو مجهول. اليوم نعود إلى موضوع المحكمة الاتحادية التي ستفصل هذا الجدل أو هذا الخلاف. أولا تحياتي للأستاذ أحمد حقيقة، وأتفق معه في كل ما ذكر الحقيقة. يعني هو من اليوم من الذي يطالب بإعادة الفرز اليدوي؟ من الذي يطالب بإلغاء نتائج تصويت الخارج؟ من الذي يطالب بإلغاء تصويت مخيمات النازحين؟ يعني هم الخاسرون أنفسهم. يعني سليم الجبوري، دعيني أتحدث بصراحة، سليم الجبوري رئيس البرلمان هو أول الخاسرين، وبالتالي شكل هناك لوبي. حتى خلينا أتحدث بصراحة ست فريال، شكل هناك لوبي داخل مجلس النواب من النواب الخاسرين. ارتأوا هؤلاء النواب أن يجدوا ثغرة قانونية ينفذون من خلالها من أجل بالحد الأدنى، يعني بالحد الأدنى للحصول على يعني قيمة انتخابية أو قيمة يتمكنون من خلالها الصعود إلى قبة البرلمان مرة ثانية. وبالتالي وجدوا، حينما وجدوا هذه الثغرة القانونية باتهام مفوضية الانتخابات، وأنا أيضا يعني لا أزكي مفوضية الانتخابات لم تعمل عملها بنزاهة وبحرفية وبمهنية للأسف. نعم، ولذلك هذه الثغرة القانونية التي نشط من خلالها هذا اللوبي بقيادة سليم الجبوري رئيس البرلمان، استطاعوا من خلال المادة ثانيا من المادة 59 للقانون الدستوري العراقي باعتبارهم جهة رقابية لعلهم يحصلون بالحد الأدنى إلى إعادة فرز 10% بالحد الأدنى إذا ما طلبوا بفرز كل محطات العراق، وهذا لم يحصل. مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، لا يمكن إعادة الانتخابات مرة ثانية، لا يمكن إعادتها. يعني دعيني أولا أتحدث بصراحة أن القرار الدولي بين قوسين بين هلالين، القرار الأمريكي لا يسمح بإعادة الانتخابات. إعادة الانتخابات وعدم إعادتها، دعيني أتحدث بصراحة، هو قرار أمريكي وليس قرار عراقي. وبالتالي حينما تأخذ أمريكا على عاتقها يعني برتابة هذه العملية السياسية وحدوث هذه الانتخابات من غير معوقات تذكر، يعني الخروقات أين حصلت؟ الخروقات حصلت في 4 محافظات، ونصت عليها يعني نص عليها قرار البرلمان الذي وجه إلى مفوضية الانتخابات. بالمناسبة ست فريال، مفوضية الانتخابات تقول لحد اللحظة هذه لم يصل كتاب أو طلب رسمي من البرلمان العراقي لهذه المفوضية من أجل النظر بهذه الطعونات بالحد الأدنى من خلال القضاة الموجودين بالمفوضية. هذا لم يصل، هذا لم يحصل. على مجلس النواب إذا ما أراد أن يفعل هذه القضية عليه أن يرسل بكتاب رسمي إلى مفوضية الانتخابات من أجل النظر في هذه الطعونات، وبالتالي الأخذ بنظر الاعتبار بيان أو قرار رئاسة الجمهورية مع بيان وقرار مجلس النواب، وبالتالي هناك محكمة اتحادية، هناك قضاء عراقي، هناك دستورية عراقية تحل أو تحسم هذا الخلاف. نعود إلى موضوع يعني الفراغ الدستوري. أنا أعتقد يعني أمريكا حريصة جدا أنها يعني لا تسمح بإجراء أو بحصول فراغ دستوري في العملية السياسية العراقية، خاصة أنها مقبلة اليوم الحقيقة في تحديات، يعني تحديات دولية إقليمية، يعني مع إيران من جهة، مع كوريا الشمالية من جهة، وبالتالي على أمريكا واجب يعني دولي أنها تحسم كل هذه الخلافات بين الفرقاء السياسيين العراقيين، وبالتالي الخروج بحكومة يعني بحكومة مقبولة لدى الجميع من جميع الأطراف ومن جميع الكتل السياسية الشيعية منها والسنية والكردية، وبالتالي الخروج من هذا المأزق. أنا أعتقد قادم الأيام وبالتحديد بعد رمضان ستخرج علينا حكومة إن شاء الله يعني تقبل بها جميع المكونات، وهذه التحالفات حتى التحالفات الأخيرة التي صارت هنا وهناك في هذه المحافظات التي جرى فيها التزوير في الأنبار وفي صلاح الدين وفي غيرها، هذه التحالفات يريدون بالحد الأدنى يعني قطع الطريق على يعني على بحسب ادعائهم قطع الطريق على الفاسدين والحيلولة دون يعني وصولهم. ما هو هي التحالفات اكثرها رموز الفساد، يعني اكثر رموز الفساد دخلوا او يعني انضوا داخل هذه التحالفات من اجل يعني تميع الموضوع. ولذلك هذا الامر لا يعني لم يعد يخفى على المواطن العراقي او ذهنيه الفكر العراقي. انا اعتقد قادم الايام العراقي المواطن العراقي يعني
أفرز كل نعم. هذه الوجوه من خلال هذه العملية الانتخابية التي حصلت، وأفرزت كل من هو صالح وكل من هو فاسد. أنا أعتقد قادم الأيام سيحسم الخلاف من قبل المحكمة الاتحادية، وكل واحد يأخذ دوره ويوضع في خانته التي تليق به، سواء كان فاسدا أو كان نزيها أو كان يريد يعني الحقيقة يريد النهوض بالعراق والنهوض بالعملية السياسية، ومن يريد غير ذلك. نعم، أعود لك سيد أحمد الخضر، يعني إن كنت تسمعني سيد أحمد، هل القرار اليوم من مجلس النواب الملزم، وهو ما صفه كذلك مجلس النواب البرلمان العراقي لمفوضية الانتخابات بإعادة نتائج هذه الانتخابات، بأنها لربما من أجل إعادة صعود شخصيات اليوم على الواجهة السياسية، وكما قلت أنت قد فقدت هيمنتها في الساحة السياسية وقوتها اليوم، أم فعلا هي تريد ممارسة دورها حتى اللحظة الأخيرة من عمر هذا البرلمان؟ نعم، هل تسمعون سيد أحمد؟ نعم الآن أسمعك بشكل واضح وجيد. نعم فضل. سيد أحمد، كنت قد سألتك عن قرار مجلس النواب والذي وصفه اليوم بالملزم للمفوضية، هل باعتقادك كما يرى البعض بأن هذا القرار جاء لإعادة اليوم إخراج الشخصيات التي تحدثت عنها أنت، والتي قلت بأنها فقدت هيمنتها وقوتها في الساحة السياسية، إعادة صعودها اليوم إلى الواجهة السياسية، أم أن البرلمان فعلا يريد ممارسة دوره حتى اللحظة الأخيرة من عمر هذا البرلمان؟ والله يعني بالبداية خلي السؤال بالعربية، خلي يكون صريحين ويا الناس. اليوم نشوف البرلمان كله همة ونشاط ويعملون كقلية النحل من أجل موضوع الانتخابات ومن أجل عمل المفوضية وإعادة العد والفرز، ويواصلون ساعات الليل بالنهار، والحقيقة هذا شيء مفرح. لكن هذه الهمة والنشاط لم نشاهدها في قوانين سابقة، لم نشاهد هذه الهمة والنشاط وإكمال النصاب والمثابرة في قوانين مثل النفط والغاز، مثل قوانين التكافل الاجتماعي، مثل قوانين ذوي المهن الصحية، مثل قانون الرعاية الاجتماعية، من قوانين حقوق الشهداء ويعني حاجات الجرحى من المقاتلين. هذه لم نشاهد الحقيقة هذا الهمة والنشاط والعمل الدؤوب، بل نشاهد دائما في الموضوع التي تخص مصالحهم. مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، قانون اتحاد البرلمانيين والذي يقر امتيازات ما أنزل الله بها بالسلطان للسادة البرلمانيين حتى السابقين من جوازات دبلوماسية ورواتب ومنح إلى آخره، أقر بجلسة واحدة فقط ولم يقرأ سوى مرتين وجرى الاتفاق عليه بصورة مباشرة. اليوم نشاهد أن عمليات إصدار قوانين معينة تلزم المفوضية بالعد والفرز هي الحقيقة تأتي ضمن السياقات للذهاب إلى نتيجة واحدة هم يسعون إليها، وهي إعادة الانتخابات. لماذا يريدون إعادة الانتخابات؟ لنكون صريحين، هل يريدون إعادة الانتخابات من أجل الفقراء والذين يسكنون بيوت الصفيح، أم من أجل عوائل الشهداء الذي لم يعترف بهم أحد؟ لماذا يريدون إعادة الانتخابات؟ يريدون إعادة الانتخابات لبقاء امتيازاتهم، يريدون إعادة الانتخابات لبقاء المنافع الاجتماعية والحمايات والسيارات المصفحة والجوازات الدبلوماسية والتدخل في عمل الوزارات وفرض المدير العام الفلاني في هذا المكان وفرض وكيل الوزارة في هذا المكان، هذا ما يريدون الوصول إليه. ولا دعني أسأل يعني سؤال صريح، لماذا لم نشاهد هذا النشاط كما قلت لك في قوانين تمس المواطن العراقي، في قوانين تمس الشعب العراقي في صميم حياته، في يعني في يومياته، لكن نشاهد في امتيازاتهم، في منافعهم الاجتماعية، في مناصبهم، في الدرجات الوظيفية لأقاربهم وأشقائهم، نجد هذا المثابرة وهذا النجاح. وأنا قلت لك مع ذلك نحن لسنا مع عمليات التزوير، نحن مع إعادة الحقوق لأهلها وفق الأطر القانونية، وفق السياق القانوني والدستوري، بعيدا عن الضجيج، بعيدا عن التهويل الإعلامي. يعني هناك نواب للأسف الشديد يدورون في الفضائيات ليلا ونهارا ويتحدثون عن عمليات تزوير كبرى وكأن العملية الانتخابية مزورة بنسبة 100%. لا يوجد هذا الشيء يا سيدتي الفاضلة، توجد هناك بعض الخروقات، توجد هناك بعض الأمور المعينة التي يمكن معالجتها من خلال القانون.
اعتقد ان يعني ممكن تشكيل حكومه، ممكن عقد الجلسه الاولى للبرلمان، ويعني القانون ياخذ مسراه، ولا هناك طعود تنظر بها المحكمه. لا يجوز وضع العصي في عجله دوران العمليه السياسيه في العراق، لان ذلك يؤدي الى نتائج كثيره، بل يؤدي الى تغييب رغبه الشارع، ويؤدي الى تغييب رغبه الجماهير في اختيار كتل جديده واختيار وجوه جديده. اليوم الشعب العراقي ذهب الى صناديق الاقتراع، اذا مو كله خلي نقول 40%، اذا مو 40% هم 30%، واختار كتل معينه واختار وجوه جديده. شنو بعد هاي العرقله؟ شنو بعد هذا الضجيج وجلسات مفتوحه ويواصل وليلا ونهارا الجلسات على ماذا؟ وكأن الدنيا قامت ولم تقعد. نعم. اعتقد هذه مبالغه يعني غير مبرره وليس في محلها اختي فاضل. نعم جميل، أعود لك دكتور عبد الرحمن. يعني سيد أحمد الخضر يتحدث من أنه دعونا نشكل الحكومة القادمة والمشاورات الجارية بين التحالفات من أجل ترتيب وضع الحكومة المقبلة، لكن البعض يتساءل من أنه كيف من الممكن اليوم تشكل حكومة في ظل الطعون المقدمة، في ظل عدم مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج هذه الانتخابات، في ظل التجاذبات والمشاحنات السياسية اليوم. يا ست فريال، يعني دعينا أولا نسلط الضوء على الحالة الدستورية والقانونية. 30/6/2018 ينتهي عمل البرلمان الحالي، وبالتالي البرلمان الجديد ملزم بالانعقاد من بعد 30/6، بمعنى 1/7 ملزم البرلمان العراقي الجديد بانعقاد اول جلسه يوم 1/7. بالتالي على كل المرشحين الذين فازوا بهذه الانتخابات تلزمهم مادة قانونية ودستورية بأن يجتمعوا يوم 1/7 ويخولوا أكبر سنا في البرلمان برئاسة البرلمان، وبالتالي إجراءات وآليات تشكيل الحكومة. أنا أعتقد يعني هذه الفترة يعني منذ أيام وحتى 30/6 هي محاولات لأصحاب الفكرة التي يعني طالبوا فيها مفوضية الانتخابات بالعرض والفرز اليدوي بإلغاء التصويت الخارجي، وهذه المشاكل التي حصلت هذه الأيام. بالتالي يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل تسعفهم هذه الأيام من 30/6 حتى 30/6؟ هذه قضية، هذه قادم الأيام ستجيب على هذا السؤال، على هذا التساؤل قادم الأيام. تشكيل الحكومة قادم الأيام، يعني شهدنا في الأيام المنصرمة الحقيقة حراكا سياسيا كبيرا باتجاه سائرون، باتجاه مقتدى الصدر. كل أصحاب الكيانات، رؤساء الكيانات، رؤساء التحالفات ذهبوا باتجاه مقتدى الصدر من أجل التحاور، فضلا عن اجتماعات بين بعض الكتل الباقية. ولكن باعتبار سائرون الكتلة الأكبر حصلت على مقاعد في البرلمان العراقي، كلهم ذهبوا باتجاه مقتدى الصدر من أجل تشكيل الحكومة أو تفاهمات حول تشكيل الحكومة القادمة. أنا أعتقد هناك سيناريوهات حقيقة متعددة مطروحة أمام يعني أمام أصحاب التحالفات، أمام هذه الرئاسات. السيناريوهات التي يعني سربت للإعلام وسربت من خلال برامج التواصل الاجتماعي، سربت من خلال مراقبين أو محللين سياسيين حقيقة، كلها تصب في خانة أن الرؤساء التحالفات عازمون على تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي ستنبثق حكومة جديدة. نعتقد بعد رمضان سيتبين لنا شكل أو نقترب من شكل هذه الحكومة الجديدة، وحتى قد نقترب أحيانا من شكل رئيس الوزراء الجديد، اسم رئيس الوزراء الجديد. وبالتالي كل هذا الحراك سيثمر أنا أعتقد قادم الأيام بعد رمضان عن طيف جديد لحكومة جديدة تقنق راق، حكومة أبوية كما سماها مقتدى الصدر. إذا ما أراد مقتدى الصدر الحقيقة أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، عليه أن يبقى ثابتا رابط الجأش في مطالبه الأولى أيام المظاهرات، وفي إصلاح العملية السياسية، في إصلاح كثير من منزلقات العملية السياسية. إذا ما أراد أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، عليه أن يبقى ملتزما بهذه الأخلاقيات وبهذه الوعود والعهود التي قطعها على الشعب العراقي، وأن يشكل حكومة تكنوقراط تنهض بالبلاد والعباد، تلبي بالحد الأدنى حاجات وأمنيات الشعب العراقي. أنا أعتقد قادم الأيام إذا ما بقي مقتدى الصدر على هذه الاستقلالية في قراره في تشكيل الحكومة، وابتعد عن الضغوطات الدولية سواء الإيرانية والأمريكية والإقليمية، أنا أعتقد سينجح
سينجح إن شاء الله في تشكيل حكومة مقبولة لدى الجميع، فضلاً على عن أنه يعني دائماً في تصريحاته يوعز بأن كل التحالفات وكل الكيانات وكل الأحزاب ستنضم وتنضوي لهذه الحكومة. أنا أعتقد يعني كان يقصد بالحكومة الأبوية أنها حكومة تشمل كل المكونات وكل التحالفات وكل الأحزاب التي فازت بمقاعد كبيرة ومقاعد صغيرة. قادم الأيام إن شاء الله ستكون هناك حكومة جديدة يرأس هذه الحكومة من؟ أنا أعتقد يعني الاسم الآن موجود عند الأمريكان، يعني سيكون ستكون لليد الأمريكية اليد الطولة في الحقيقة وضع لمسات اسم رئيس الوزراء. سيد عبد الرحمن، يعني الكل يتساءل عن حكومة التكنوقراط التي تحدث عنها سيد مقتدى الصدر، هل ستكون يعني مشابهة لحكومة التكنوقراط التي تحدث بها كثيرا سيد عبادي والتي قال بأن حكومتنا اليوم هي حكومة التكنوقراط؟ لا أعتقد حكومة العبادي اليوم هي حكومة التكنوقراط. حكومة التكنوقراط ليس بالضرورة أن تكون من ضمن المرشحين الفائزين للبرلمان. يعني الكتلة من لديها رجل يعني رجل يقوم بمهامه، يعني الرجل المناسب في المكان المناسب، من الممكن تقديم اسمه. ولذلك الآن هناك مطالبات الحقيقة من كل كيان من كل تحالف فائز الحقيقة بتقديم 3 أسماء لكل وزارة. تدرس هذه الأسماء من خلال لجنة ستنبثق قريبا إن شاء الله. هذه اللجنة تقوم هذه اللجنة بدراسة كل السيرة الذاتية للأسماء المتقدمة. أنا أعتقد يعني الحكومة القادمة يعني التي إذا ما أصر مقتدى الصدر على تشكيلها بنزاهة وبعيدا عن المحسوبية والطائفية والتخندق، أنا أعتقد ستكون مختلفة تماما عن حكومة حيدر العبادي. حكومة العبادي ليس حكومة تكنوقراط. والحقيقة يعني لا أريد أن أجر نفسي إلى سجالات ومناكفات كثيرة حصلت في الأربع سنوات التي مضت، ولكن أعتقد قادم الأيام إن شاء الله إذا ما ترك مقتدى الصدر ومن معه في التحالفات يعني بالاستقلال في اتخاذ قرار بتشكيل كابينة وزارية يقدمها للشعب العراقي، أنا أعتقد سينجح. ولذلك إن شاء الله يعني ثقتنا بهذا الرجل وبسائرون إن شاء الله ستكون كبيرة في تقديم حكومة يرضى بها الشعب العراقي ويرضى بها الإقليم ويرضى بها المجتمع الدولي. سيد أحمد الخضر، أعود لك إن كنت تسمعني. يعني بالحديث عن الحكومة المقبلة، ما هي تصوراتكم لشكل هذه الحكومة في ظل التجاذبات السياسية الحالية، في ظل أيضا المشاورات والحوارات السياسية لتشكيلها؟ يعني اليوم الشارع العراقي بمختلف طبقاته لم يعد يحتمل أن تأتي حكومة متحزبة تأتي بها الأحزاب من قبل صقورها. اليوم الشارع ما يتحمل حكومة محاصصة، حكومة تحزبية، بعد الشارع ما يتحمل. الشارع خلال ال4 سنوات الماضية كان كل جمعة يتظاهر بساحة التحرير ويتظاهر في كافة مدن العراق، مطالب بالخدمات، مطالب بالكهرباء، مطالب في فرص العمل، يطالب بمحاربة الفساد، بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أعتقد أن سائرون ومن معها ولدت من حركة المطالبات هذه، ولدت من حركة الاحتجاجات هذه، وبالتالي سوف تكون الصوت المعبر عن كل هذه الرغبات. اليوم الشارع العراقي والقوى السياسية متيقنة عن لا بديل عن حكومة التكنوقراط في العراق وحكومة الاختصاص. وأنا هنا عندما أقول حكومة التكنوقراط لا أعني بناس مستقلين 100% عن العملية السياسية، بقدر ما يكون ما أقصد الناس الذي يمتلكون المهنية والعلمية والممارسة، هذا ما أقصده، والتدرج في العمل الوظيفي سواء الحكومي أو القطاع الخاص، هذا ما أقصد به بحكومة التكنوقراط التي ممكن لها انتشال العراق من الوضع المأساوي الذي يعيشه. هذه اليوم رغبات الشارع، وبالتالي الكتل السياسية جميعها مدركة لهذه الرغبات وهي ساعية لتنفيذها، لكن توجد هناك معوقات، توجد هناك صعوبات، توجد هناك تدخلات دولية. نعم كل هذا، وهذا ما نود الحديث عنه سيد أحمد. تسير في هذا المنهاج. نعم، إن كنت تسمعني، يعني كثيرا ما تحدث السيد الصدر ووعد ب يعني تشكيل حكومة أبوية، حكومة عابرة للطائفية، لكن أيضا هنالك مخاوف ليس فقط على المستوى الداخلي، هنالك مخاوف خارجية من تدخلات إيرانية اليوم وأمريكية برسم ملامح وخريطة هذه الحكومة المقبلة. يعني طبعا غير مخفي هذه المخاوف بالتدخلات إيرانية، تدخلات تركية، تدخلات
أمريكية، ولكن هدى أراهد على القرار العراقي، أراهد على الكتل السياسية التي تأقدت أن الشارع العراقي بات لا يقبل بتعيين وزير من خارج الحدود، ربما تعيين يعني دعي أقول وياك صراحة يعني تعيين مسؤول كبير رئيس وزراء وغيره، لكن شكل الحكومة هي حكومة خدمية يجب أن تولد من رحم الحركات التي خاضت الانتخابات وفازت، ويجب على هذه الحركات والتيارات التي فازت بالانتخابات أن تدرك أن الشارع يريد حكومة تقنقراط، لا يريد حكومة لا. متحصصي يعني محاصصة أو متحزمين. أما يعني الحراك السياسي، أعتقد أن الحراك السياسي يسير على قدم وساق، يسير بوتيرة عالية جدا، ولكن يشوبه بعض يعني السرية، الجميع لا يريد أن يسرب التفاهمات، الجميع لا يريد أن يسرب أسرار المفاوضات، لكن هناك عمل في كل الكتل السياسية، هناك تجاوب هنا وهناك، هناك عرض رؤى، هناك عرض أفكار، هناك تبادل آراء، نعم كل هذا موجود. وسمعنا أيضا أن بعض الكتل السياسية تريد أن تشكل لجنة من ذوي الاختصاص لتدرس السير الذاتية نعم. لأعضاء الحكومة القادمة المستقبلية في العراق. نعم دكتور عبد الرحمن، يعني تحدثت بنقطة جدا مهمة وقلت بأن اسم رئيس الوزراء المقبل بيد الأمريكيين، ولربما هذا يثير المخاوف اليوم من إعادة التواجد الأمريكي أو الهيمنة الأمريكية على القرار السياسي وتحديدا الحكومة العراقية. اليوم كيف من الممكن تفسير ذلك في ظل تصريحات السيد الصدر ووعوده الكثيرة بأن هذه الحكومة ستكون حكومة عراقية خالصة بامتياز بعيدا عن التدخلات الأمريكية والإيرانية أيضا؟ يعني دعينا نسلم ست فريان أن غالب حيثيات القرار السياسي لا يبتعد عن الأوامر الأمريكية أو الجهات الأمريكية أو السياسة الأمريكية، بالتالي يعني اسم رئيس الوزراء أنا أعتقد سوف لن يخرج من القبضة الحديدية الأمريكية، يعني القبضة الحديدية على العملية السياسية في العراق هي قبضة أمريكية لا يمكن لها أن تتفلت يوما ما، وبالتالي أنا أعتقد يعني حتى وإن حصلت توافقات داخل البيت العراقي على اسم رئيس الوزراء، أنا أعتقد لو لم يكن هناك ضوء أخضر من الأمريكان لهذا الاسم سوف لن يخرج هذا الاسم، سوف لن يرى النور في رأس الوزراء. نعم لكن هل سيتوقف يعني النفوذ الأمريكي عند اسم رئيس الوزراء أم سيتعداه؟ لا أبدا سوف لن يتوقف على اسم رئيس الوزراء، من الممكن أن تأخذ موقف البراغماتي المشاهد المتفرج البراغماتي من خلال الكابينة الوزارية، ولكن من الممكن أن يحصل هناك يعني صعود ونزول وترتيب وتجذيب لهذه الكابينة الوزارية. أما اسم رئيس الوزراء أعتقد هو ضوء أخضر أمريكي سواء توافق عليه البيت العراقي أو لم يتوافق عليه البيت العراقي، وبالتالي جل العملية السياسية رمة العملية السياسية سوف لن تخرج من القبضة الأمريكية، لأنها يعني أمريكا اليوم تعتبر نفسها المسؤولة الأولى والأخيرة عن العراق، وبالتالي لا يمكن للعملية السياسية أن تذهب بعيدا عن القرار الأمريكي. أنا أعتقد قادم الأيام حتى وأن جرى توافقات على اسم لرئيس الوزراء سوف يكون هناك يعني دعينا يعني نهذب الكلام استشارة أمريكية، وهذه الاستشارة الأمريكية سيكون لها القول الفصل في خروج هذا الاسم للفضاء العراقي أو عدم خروجه. نعم هذا على صعيد التدخل الأمريكي، ماذا عن الجانب الإيراني اليوم؟ يعني إيران لم تكن بعيدة عن الحقيقة عن يعني هذه التوافقات، الحقيقة لها الدور كبير أيضا، ولكن الدور الأمريكي يغلب الدور الإيراني، الدور الإيراني يعني الحقيقة محوط بالتحالف الوطني التحالف الشيعي نعم. مع الأخذ بنظر الاعتبار باقي يعني باقي التحالفات باقي المكونات سواء السنية أو الكردية، ولكن يعني القرار الإيراني سيكون بعد القرار الأمريكي، يعني إيران لا يمكن أيضا أن تتفلت العملية السياسية العراقية من بين يديها، ولكن أنا أعتقد القبضة الأمريكية أكثر من القبضة الإيرانية، وبالتالي هاتان القبضتان سوف يكون لها الأثر في تشكيل. أنا ليش تحدثت قلت يعني إذا ما كان مقتدى الصدر أخذ قرارا شجاعا على عاتقه وحاول الاستقلال والابتعاد عن هذان الضغطان الدوليان الأمريكي والإيراني سوف يكون ناجح يعني وسوف يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ولكن أعتقد سيكون هناك أثر يعني بالحد الأدنى أثر إيراني وأثر أمريكي، الأمريكي في اسم رئيس الوزراء وبعض يعني مدخلات الكابينة الوزارية. نعم. إيران نعم في العملية السياسية وفي الكابينة الوزارية أيضا لها قد يكون أثر في اسم رئيس الوزراء، ولكن يعني المسؤولية اليوم أخلاقية
على عاتق مقتدى الصدر في أخذ قرار حاسم وحازم من أجل مصلحة العراق أولا، وليس من مصلحة إيران ولا من مصلحة أمريكا ولا من مصلحة دول الإقليم. نعم، أعود لك سيد أحمد الخضر. سيد أحمد، يعني هنالك من يتساءل اليوم عن حصة إعادة إعمار المناطق المدمرة في العراق من الحكومة المقبلة أو من اهتمام الحكومة المقبلة، كيف تنظرون إلى هذا الملف الحساس اليوم في العراق؟ يعني أنا أعتقد من أولويات عمل الحكومة القادمة في العراق وربما بالملفات الصعبة التي ستواجهها هي ملف إعادة إعمار المدن التي تحررت من الإرهاب. الكل يعرف هذه المدن تضررت كثيرا، بناها التحتية شبه متهية أو منهارة، هناك ساحات حروب جرت في أحيائها، هناك ساحات كاملة يعني مدمرة، هناك طبقة اجتماعية شتتت بالكامل بين معسكرات النازحين وبين مهجرين وبين خارج القطر. هذا كله تحدي جدا كبير يقع على الحكومة العراقية يعني المستقبلية العمل به بجدية، وأعتقد سوف لا تنجح الحكومة المستقبلية العراقية في معالجة هذا الملف إذا لم تكن هناك لديها علاقات دولية مميزة مع المجتمع الأوروبي وتحديدا مع الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، دول الاتحاد الأوروبي، الدول الصناعية الكبرى. لا يمكن للحكومة العراقية المستقبلية أن تنجح أو تحقق نسبة نجاح معقولة في هذا الملف إن لم تكن لديها علاقات جيدة جدا مع يعني أقطاب المجتمع الدولي، وهذا لا يأتي إلا يعني بوجود حكومة عراقية مدركة تماما لخطورة المرحلة ومدركة تماما لوضع العراق وحساسية ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وما يعني نراه الآن من حرب باردة. الحكومة العراقية المستقبلية إذا أرادت أن تنجح في هذا الملف وفي الملفات التي تنتظرها عليها أن تكون حكومة متواصلة بشكل مباشر مع المجتمع الدولي وأن تكون جزء فاعل من المنظومة الدولية وليس جزء من محور إقليمي معين قد يدخلنا في أزمات لا ننتهي منها وربما يؤدي بالأثر السلبي على العراق والعراقيين بما لا يحمد عقباه. ولذلك أعتقد أن ملف إعادة إعمار المدن المحررة من الإرهاب وملف إعادة النازحين وملف إعادة المهجرين والملفات الاقتصادية والكهرباء والأمن كلها متعلق بحكومة عراقية تدرك خطورة المرحلة بحيث لا تكون جزء من هذا المحور أو جزء من ذلك المحور، بقدر ما تكون حكومة لها القابلية ولديها التفاعل الكامل مع المجتمع الدولي. نعم، السيد أحمد الخضر الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. وأعود لك دكتور عبد الرحمن، يعني في سؤال أخير، حكومة العبادي حسب لها النصر وهو النصر على تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الحكومة المقبلة يراد منها كما قلنا إعادة الإعمار، الكهرباء، الماء، الخدمات، ما مدى يعني التعويل على هذه الحكومة بإنجاز مثل هذه الملفات الحساسة اليوم؟ يعني دعينا نسلم أن حكومة العبادي الحقيقة كانت لها مناقب كبيرة وكثيرة في 4 سنوات مضت، يعني انتصار على داعش، انفتاح على دول الإقليم، انفتاح على المجتمع الدولي، وبالتالي كلها سجلت مناقب لحيدر العبادي شخصيا ولحكومة حيدر العبادي. بالتالي يعني على الحكومة القادمة الحقيقة هذه المسؤولية القانونية أن تكمل هذه المسيرة، مسيرة حكومة العبادي والانفتاح على دول الإقليم، الانفتاح على المجتمع الدولي، الانفتاح على الداخل حقيقة أمامها يعني ملفات داخلية كثيرة، النازح كما ذكر الأستاذ أحمد، ملف النازحين، ملف الكهرباء، ملف الخدمات، ملف البنى التحتية، ملف المهجرين، النازحين، ملفات كثيرة حقيقة. أنا أعتقد قادم الأيام، ولذلك هذه الحكومة التي تحدثنا عنها حكومة تكنوقراط، إذا أخذت على عاتقها المسؤولية الأخلاقية والأكاديمية أنا أعتقد ستنجز هذه الملفات يعني أكثر من 50%. وبالتالي أنا أعتقد قادم الأيام إذا ما سيرت حكومة جيدة شريفة نزيهة تنهض بالعباد والبلاد ستحسم كل هذه الخلافات وستحسم كل هذه الملفات والانفتاح على دول الإقليم والانفتاح على المجتمع الدولي، وهذا ما نتمناه إن شاء الله على الحكومة القادمة إن شاء الله. نعم، الدكتور عبد الرحمن الجميلي الخبير الاستراتيجي والباحث في الشأن العراقي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. مشاهدينا لكم منا الشكر الموصول، إلى اللقاء.